وللحديث عن أثر مواقع التواصل الاجتماعي على فئة الشباب ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. سيد أحمد، مرحبا بكم. يعني ظاهرة ازدياد هروب الشباب إلى فضاءات العالم الافتراضي متمثلا طبعا بمواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، بماذا تفسر ذلك سيد أحمد؟ نعم، بداية علينا الاعتراف من أن الإنترنت أصبح وكما يطلق عليه لغة العصر، حيث لا يكاد منزل أو مكان أو بناية لا تخلو من وجود خدمة الإنترنت. لذلك نرى إقبال الناس عليه يتزايد بشكل كبير، حتى أنه دخل إلى أغلب المؤسسات الحكومية وأصبح جزء من التعامل ما بين المؤسسات الحكومية في أي دولة كانت وفيما بين المواطن. لكن من شأن هذه الخدمة أن تتحول إلى مشكلة في البلدان التي تعاني من مشاكل اجتماعية، ويتصف مجتمعها بأنه مجتمع رخو يعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل سياسية في البلدان التي تعاني من الحروب مثل العراق. لذلك نرى من أن أغلب الشباب أصبح يهرب من الواقع المرير الذي يعاني منه المجتمع العراقي، حيث لا يجد الشاب فرصة العمل المناسبة لاستثمار طاقاته والاستفادة من الشهادة أو التحصيل العلمي الذي حصل عليه على مدى سنوات طويلة من الدراسة. لذلك نرى أغلب الشباب يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي هربا من هذا الواقع، ونراهم وأغلبهم يبدأ يعني تخيل شخصية. طيب سيد أحمد، لو تحدثنا عن الواقع، ما هو الواقع الأكثر تأثرا بالشباب ما يجعلهم يهربون إلى العالم الافتراضي؟ هل الواقع السياسي أم الواقع الاقتصادي هو الأمر الذي يجعلهم يعني يلتفتون أو يهربون كما ذكرت أنت إلى العالم الافتراضي؟ كما هو معلوم أخي الكريم من أنه الواقع الاقتصادي والواقع السياسي، يعني هذه أسباب يؤثر أحدهما على الآخر. يعني لولا الأوضاع الاقتصادية السيئة الأوضاع السياسية السيئة لما أصبح العراق يعاني من أوضاع اقتصادية سيئة، حيث تعجز المؤسسات الحكومية وتعجز وعجزت الحكومات المتعاقبة في حكم العراق على إيجاد وظائف واستيعاب جيوش عاطلين عن العمل في العراق. لذلك نرى من أن الشعب العراقي يعني يلجأ إلى هذه المواقع عله يجد متنفسا وفرصة للتنفيس عن الطاقات الكبيرة في داخل الشعب العراقي. لكن كما ذكرتم في التقرير أنه الشعب العراقي يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي هربا من المشاكل. نعم سيد أحمد، من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.